الزملاء والاحباء والاصدقاء والاخوه والجيران والاخوات في كل مكان وفي كل زمان احييكم بكل تحيه بتحبوها صباح الخير مساء الخير سعيده يومكم سعيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اخره الى اخره. آه الكلمه اليوم عن الجيل الثاني. كلمه جيل معناها ايه؟ معناها حقبه زمنيه يعيشها الانسان داخل بوتقه المجتمع. بوتقه محرقه بوتقه فرد المجتمع، الفرن المجتمع بوتقه محرقه مكنه المجتمع مهرسه المجتمع اتون المجتمع الى اخره. المجتمع شيء ما فالجيل هو هذه الفقره الحقبه الزمنيه اللي بيعيشها الفرد منه او اللي عاشها الفرد منه. في الماضي كنا احنا بنقيسها كده وقلنا من 15 ل 20 سنه متوسط 17 سنه اصبحت حاليا صغيره قوي ليه التقدم التكنولوجي اللي خلى المسافات بين الدول تبقى باللحظات واللي خلى المعلومات نتوارثها بالكميات الهائله فأصبحت في بعض وخلى التقدم التكنولوجي يجعل الجيل عمره ينقص الى ثلاث سنين او خمس سنين في نفس الاسره تلاقي الاب والام عندهم شاب عنده 15 سنه اختلاف ااا اتجاهاته او اللي هو انتباهاته او رغباته تختلف عن اللي عنده 10 سنين على اللي عنده 5 سنين هكذا وهكذا وهكذا وكلهم عايشين في نفس البيت يعني عمر الجيل اصبح اقصر من زمان لقد أصبح لزاماً علينا دراسة الأعمار المختلفة التي تدور وتنقضي حولنا، لازم ندرسها في داخل ومن خلال المجتمعات. أعمار يعني إيه؟ عمر الجيل والتطور التكنولوجي أنا قلته في المق... يعني قلته من دقيقتين إن الجيل عمره بينقص مع التقدم التكنولوجي. مع سرعة التواصل الاجتماعي. لأن النمو الفكري اللي هو فيه بيبقى سريع جدا هو سنه أصغر عمر الجيل أو عمر الجيل وكثرة المعلومات بيتغير كل هذه الأشياء بتؤثر على عمر الجيل كثرة المعلومات المتاحة التواصل الاجتماعي التقدم التكنولوجي كل هذه الأشياء بتؤثر على عمر الجيل عمر الجيل أو عمر الجيل وعدم قدرة الشباب يعني دلوقتي إيه كثرة المعلومات بطريقة غير عادية الجيل أصبح عمره غير قادر على استيعاب هذه المعلومات على الإطلاق أعمار الأجيال وقلة الصبر على مين فينا دلوقتي وأنا ماسكها مين فينا دلوقتي بيقرا كتب أو بيقرا مقالات كبيرة أو بيستمع لمحاضرات كبيرة خلاص كله تيك توك كله سندوتش يا ريتو كله ايس كريم لحظة وهكذا اعمار الاجيال وقله الصبر على القراءه زي ما انا قلت والكتاب والاستماع اعمار الاجيال وكثره التغيرات المجتمعيه يا اخواننا المجتمع بيتغير راسيا وافقيا وتقاطعيا ومحوريا ودائريا بالثانيه فتخيل لو عندك في مجتمعك 100 مليون او 200 مليون في سبعة او ثمان اتجاهات يبقى 700 مليون في ثانيه تغيرات اضربها بقى في اليوم يبقى في كام تغير كل هذه بتؤثر على اعمار الاجيال اعمار الاجيال وكثره الكوارث الطبيعيه تغير المناخي الصراعات المسلحه هنلاقي في اماكن كثيرة جدا ما بنلاقيش الناس الاطفال يكبروا لغايه سن العشرين كنت بسمع انا لطفل فلسطيني بواحده بتقول له من, من ولاد غزه بتقول له طب انت لما تكبر هتبقى تحب تبقى ايه دكتور ولا مهندس ولا ولا مدرس ولا تاجر ولا لا احنا ما بنكبرش احنا بنموت واحنا صغيرين الطفل اللي عنده عشر سنين بيقول لك احنا بنموت واحنا صغيرين الشاب اللي عايش في منطقه هي فيها تغيرات مناخيه فيها زلازل فيها براكين بيبقى مش عارف هيعيش لامتى كل سنه كل سنتين كل خمسه كل 20 سنه الى اخره بتموت الاجيال اعمار الاجيال وقلة الخدمات الاجتماعية الخدمات الاجتماعية اللي فيها الصحة والغذاء والتعليم ها لو دي مش متوفرة بيموت الاطفال والرجال والنساء في سن مبكر الاربعينيات او الخمسينيات زي ما انا قلت ايه النقطة اللي بعدها اعمار الاجيال ونقصان العمر الافتراضي الإنسان الوقت العمر بتاعنا بيقل ليه؟ لقلة وجود الرعاية الصحية والرعاية النفسية للإنسان حتى الأكل اللي احنا بناكله دلوقتي مش عارفين احنا بناكل ايه المواد الكيماوية اللي بتحط عندنا في الزراعة في الأراضي الزراعية مش عارفين هي ايه لما بناكل معلبات أو بناكل عصائر أو بناكل مش... نشرب مشروبات نشرب عصائر ونشرب مشروبات مش عارفين خالطين فيها ايه دي بتأثر على العمر الايه عمر الجيل نفسه مثلا زمان كنا بنلاقي الانسان يكون عنده 70 و80 و100 سنه وبيطلع الجبال وينزل دلوقتي هو عنده 30 40 سنه بيبقى ماشي ده عنده شيخوخه عمر الاجيال في اطفال الشوارع اطفال الشوارع اللي احنا بنتكلم عنهم ازاي اللي امهم بتسيبهم بره قد يكون علشان عند البيت بتاعهم غرفه او بتكون مش عارفاهم وهكذا أعمار الأجيال وتأثير الأزمات الاقتصادية الفقر والجوع والحرمان الأزمات الأخلاقية مش عارفين الأطفال دول مين اللي جابهم عدم الزواج الإباحية ننظر مثل هذه الأشياء نجد فيه أطفال كتير جدا معدوم النسب اللي يعني بتأثر على إيه؟ على حياة الأجيال أعمار الأجيال وضعف أو انعدام التعليم وانتشار الجهل ده بيأثر عليهم كل دي بتأثر على الأجيال وأعمارها يبقى زمان كنا محددين الأجيال من 15 ل 20 سنة دلوقتي مش عادلين نحدد أعمار الأجيال اللي إحنا بنعيش فيها كان من الجيل الأول أو جيل تاني أو جيل تالت أو جيل رابع أو الخامس أو جيل العاشر إلى آخر طيب برضك جاي سؤال من أحد الأصدقاء بيقول لي في إيه الجيل الثاني والأجيال اللي بعديها لها حظ في العيش في عملوا شيء عملوا بناء جهدوا ضحوا بنوا اشياء بنوا مؤسسات بنوا مصانع بنوا دول بنوا مجتمعات بنوا نهضات بنوا حضارات ازاي نوصل بين الجيلين دول هذا الجيل اللي ضحى جيل الصحابه اللي عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والاجيال الاخرى التي اتت أو هذا الجيل اللي ضحى وبنى الدولة الأموية أو بنى الدولة العباسية أو بنى الدولة العثمانية أو بنى الدولة اللي هو الأندلسية إلى آخره وضحى ضحى ضحى عشرات السنين ودماء سكبت وأرواح وزقت إلى آخره والجيل اللي جه وقعد في القصور وتمتع بالمنجزات لابد علينا أيها الشباب والشابات اننا نصل دائما ونحن في جيل الاول، جيل التاسيس وجيل البناء وجيل التضحيه وجيل الجهاد والمجاهده نصله دائما بالجيل الثاني لا نجعل الجيل الثاني في معزل عن تضحياتنا ابدا ونحن في مراكز السلطه ناتي بهم الى المؤسسه والى المصنع والى الشركه والى الحزب الى اخره الى اخره ونعلمهم كيف نبني آه كيف بنينا هذه الإيه المسيره ونجعل التواصل بين الجيل الاول والجيل الثاني فرض عين على كل انسان عاش في الجيل الاول سواء كان قائد مجتمعي او قائده مجتمعيه او كان فرد عادي اما في المؤسسه واما انك تحكي الحكاوي دي لاولادك الصغيرين ثم نجعل هذه الوسيله هي الوسيله للربط الجيل الثاني بالجيل الثالث وتكون جزء من منهج التعليمي داخل المدارس والجامعات داخل المؤسسات والشركات والمصانع وان تاريخ المؤسسه وتاريخ البناء وتاريخ التضحيه وعظام الناس الذين ابلوا بلاء حسنا في بناء منجزات الجيل الاول لابد ان يكون جزء من ثقافه الاجيال المتعاقبه فتمشي في مسيره لا تنقطع. فما ياتيش شخص يجد الماء اللي هو العسل العسل واللبن والحاجات الحلوه دي موجود فيضيع المؤسسه او يضيع المصنع او يضيع كل هذه الاشياء. بد ان نوصلهم دائما بطريقه منهجيه وطريقه مؤسسيه. في الغرب لما جينا احنا زمان انا فاكر ما كانش في مساجد. كان كلها بيوت صغيرة وحتى ما كانتش بيوت كان بعض الأحيان نيجي يوم الجمعة في الجامعة في سقاعة نأجرها أو كنيسة نأجرها آبائنا اللي ما كانوش بيتكلموا إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني ولا إيه تاني ولا إسباني ولا إيطالي كانوا بيتكلموا عربي ويتكلموا أردو ويتكلموا جوجراتي وبن... وهكذا لغات أخرى هم اللي استطاعوا انهم يبنوا مثل هذه المسيره من لا شيء. من الصفر. وضحوا بكل الاشياء، راينا مدارس انشئت داخل الغرفه الاماميه للمنازل. ومساجد انشئت من الصلوات اللي كانت تعقد في الغرفه الاماميه للمنازل. فيا سعدوا هنا من فتح بابه أو فتحت أبوابها للشباب والشابات يجوا يصلوا عندها أو يتعلموا عندها اللغة العربية والدين في هذا الوقت رأينا المصانع ورأينا الشركات بدأت ك... كإيه؟ كمحل على الناصيه بيبيع الأكل الحلال لقينا المجازر كانت مجرد جزار بيروح في مزرعه بي 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 بيضحي او بيتبع عشان يوزعها على الناس اللي عايزين ياكلوا اكل حلال وهكذا كل هذه الاشياء بدات بالفرد المؤمن ببناء المجتمع المسلم داخل المجتمع الكبير الغربي المسيحي ليه؟ لان هذا الشخص كان عنده هويه قائمه على ايمان راسخ. اما ننظر لثقافه الجيل الاول والدين بتاعه نجد أنه كان يريد أن يحافظ على هوية الأجيال من بعده فاهتم بالمدرسة واهتم باللحم الحلال واهتم بالإيه بالحجاب واللبس واهتم بالمسجد أربع رواكز بنى عليهم المجتمع بنى عليهم المجتمع لذلك حاليا توجد عشرات آلاف المساجد موجودة في الغرب غير المحلات الحلال غير الشركات غير كذا غير كذا غير كذا غير كذا الجيل الموجود موجود دلوقتي معاش العيشة دي كلها لابد أن يعد بالنواجز على من تبقى من الجيل الأول والجيل الثاني من الكبار لكن بعض الأحيان الشباب يكونوا خجولين من أبائهم اللي ما بيعرفوش يتكلموا إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني ولا إيطالي يقول آه. أنت وهو او جاتك او انت وهي ولما الام ماشيه كده باللبس العادي بتاعها تبقى البنت مستعره منها لا وفي الجيل السابق كذلك لابد ان يمد الجسور ويكون له منتديات يدعو لها الاطفال والشباب يعلمهم لابد نهتم بتاصيل وتدريس هذه المسيره في اوروبا وامريكا اللي مشيت من قرابه اقل من مائة عام أو نحن بنقول من بعد الحرب العالمية الثانية لما بدأت الهجرات العمال يأتوا لأوروبا وأمريكا يعني بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن سبعين سنة إلى الأخر ولابد وأنا حامل الراية وأنا حامل الراية أسلمها من بعدي وأقف جنبه وهو يحمل الراية أبداً لا أظل حامل الراية إلى الأبد لا أظل حامل الراية إلى الأبد لا اظل حامل الرأي أبداً هكذا يورث الجيل القديم الخبره والمعرفه والقدره والمقدره للجيل اللي بعده وتكون هذه هي مسيره الاجيال ابد الدهر وحذاري ان نهمل الجيل الثاني وحذاري ان الجيل الثاني ينظر نظره دونيه للجيل الاول لابد ان نلتقي جميعا في المنتصف الطريق يورث بعضنا البعض يعلم بعضنا البعض ويتعلم بعضنا من البعض وجزاكم الله خير والتقي بكم في حلقة أخرى إن شاء الله